الطقس في المغرب ابتداء من بعد زوال اليوم والايام القادمه ان شاء الله سوف نوافقكم باخر التوقعات. فلا تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك في القناه وشكرا لكم. وبالنسبه للتوقعات بعد زوال اليوم يتوقع هبوب رياح سبيه قويه خصوصا على مرتفعات تباين جوار زازات وتنغير والرشيديه وكذلك ميدلت والصويره واسفي والجديده سطات، كذلك رياح قويه على طنطان وطرفي والقرميمه وكذلك الداخله. وبالنسبة كذلك لتوقعات درجة الحرارة المرتقبة فيتوقع استمرار الأجواء كذلك خصوصا قد تصل إلى 45 درجة على كأقصى درجة قد تسجل بزاغورة بإذن الله والجنوب الشرقي. عموما كذلك يوم السبت يتوقع استمرار الأجواء كذلك مع احتمال ارتفاع طفيف في درجة الحرارة وكذلك ستصل إلى 45 درجة كذلك على زاغورة والرشيدية كأقصى درجة مسجلة بإذن الله. وكذلك بالنسبة ليوم الأحد يرتقب بإذن الله ارتفاع في درجة الحرارة قد تصل بإذن الله 41 درجة على المناطق الداخلية و 45 كذلك وجدوا ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة على الجنوب الشرقي إذا والفوسفات وكذلك الحوز ومرتفعات الريف وكذلك الجهة الشرقية والأقاليم الجنوبية المملكة خصوصا سمارة وكذلك أوسرد. توقعات تشير إلى خلال الأيام القادمة هناك تساقطات مطرية ويتوقع بإذن الله استمرار الأجواء المستقرة إلى قلة السحب في معظم مناطق المملكة وسيطرة الضغط الجوي المرتفع التي بقمته ألف وكذلك بإذن الله 27 هكتو باسكا سيدير استقرار الأجواء وارتفاع في درجة الحرارة ملحوظ ومحسوس. إلى اللقاء.